بيان إلى الرأي العام باسم منسقية الأحزاب السياسية في إقليم عفرين، في الوقت الذي ينشغل فيه كل العالم بمجريات الحرب العالمية الثالثة، وخاصة مع بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، وتوجيه أنظار الرأي العام والإعلام العالميين إلى هناك، تستغل الدولة الفاشية التركية المتمثلة بحكومة حزبي العدالة والتنمية أكبة والحركة القومية مهبة هذه الظروف، وبدأت في 17 من الشهر الجاري بشن حرب شعواء على مناطق الدفاع المشروع في كل من زاب وأفاشين ومتينة بأحدث الطائرات الحربية والمسيرة جواً وبقوات الكوماندوس والخاصة براً، وبتحضيرات تجريها منذ أشهر وبالتنسيق مع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني أمام صمت دولي مريب. إن هدف الفاشية التركية من شن هذه الحرب ليس فقط القضاء على حزب العمال الكردستاني، بل يستهدف إنهاء الوجود الكردي الذي يقاوم الفاشية التركية. ومن القضاء على تجربة الإدارة الذاتية في شنغال والتوغل في روج آفاي كردستان، والقضاء على التجربة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، والتي أصبحت هدفاً لكل الشعوب التواقة للحرية. وعلى قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني أن يكون على يقين تام إن تم القضاء على مكاسب الشعب الكردي التي حققته حركة الحرية الكردستانية، فإن الدور آت على مكاسب الشعب الكردي في جنوب كردستان أيضا. ومن ضمنها مكاسب الحزب الديمقراطي الكردستاني، لأن كل ساسة الأتراك توافقوا على مقولة لو إن خيمة للشعب الكردي رفعت في أفريقيا لقضينا عليها. وليس الأمر واقف عند مكاسب الشعب الكردي وحده، بل إن الفاشية التركية تخطط للتدخل في كل من سوريا والعراق بموجب اتفاقية الميثاق الملي وعودة العثمانية الجديدة. إننا الأحزاب السياسية الموجودة في مناطق الشهباء ندين ونستنكر بشدة هجمات الدولة التركية العدوانية على روج آفاي كردستان وجبال الحرية في جنوب كردستان وشنغال، وندعو المجتمع الدولي بالضغط على الدولة التركية بإنهاء حربها ضد الشعب الكردي وشعوب المنطقة، والعودة إلى طاولة الحوار وحل المسألة الكردية سلمياً والتعايش الأخوي المشترك والاحترام المتبادل مع كافة الشعوب المنطقة. وفي الوقت نفسه ندعو قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن ممارسة سياسات التبعية للفاشية التركية والعودة إلى الصف الوطني، ليكون للشعب الكردي وجوده وثقله في توازنات المنطقة والخارطة الجديدة لها في القرن الحادي والعشرين. لا للاحتلال التركي، الموت للخونة، عاشت أخوة الشعوب، المجد والخلود لشهدائنا. منسقية الأحزاب السياسية في الشهباء 26/4/2022. طبعا هدف الدولة التركية من الهجمات على مناطق الدفاع المشروع في 17 نيسان هو القضاء على مكتسبات الشعب الكردي اللي حققوا بدماء آلاف من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل
حرية الشعب الكردي وكافة المكونات الموجودة. هدف الدولة التركية بهالفترة هو طبعا حكومة العدالة والتنمية وبمشاركة دولة بخشلي حكومة مهبة، كان في سبيل القضاء على منظومة حزب العمال الكردستاني وبشخصية منظومة حزب العمال الكردستاني. بيتم تصفية كافة الشعوب المنطقة، وإذا قلنا تصفية شعوب الشرق الأوسط ما بنغلط بهالحكي، ولكن الحملة كان لها هدف. هدف الحملة هو فوز أردوغان بالانتخابات المقبلة بعام 2023، فلذلك استطلاعات الرأي اللي جرت بتركيا أنه حكومة العدالة والتنمية خاسرة بالانتخابات. فدائما الحكومة التركية بتكب أزماتها لخارج حدودها. هلا حطت أزماتها وين؟ بمناطق الدفاع المشروع في سبيل القضاء على مكتسبات الشعب الكردي. ولكن هل انتصر الجيش التركي؟ الجيش التركي ما رح ينتصر أبدا نهائيا، لأنه هناك قوة عصرية وفكر عصري وقوة اقتصادية. قوة الشرق الأوسط بنسميه قوة اقتصادية، ولكن هالحملة فشلت فشلا ذريعا. نتيجة هالفشل الذريع راح أردوغان يفشل بأنقرة وبإسطنبول. ندين ونستنكر الهجومات التركية على المناطق زاب وافشين وقنديل، لأن يقول أنه يستهدف عمال حزب العمال الكردستاني، بس لأنه لا يستهدف حزب العمال الكردستاني، فقط هو يستهدف الكرد بأجمعه، ومن ثم إذا خلص من الكرد أجمع سيستهدف الأمة الديمقراطية بكامله. والآن نحن نقوم بقراءة البيان من أجل هذه الحرب التي أعلنها الحزب الفاشي التركي وأعوانه على قنديل والمناطق الكردية. في الآونة الأخيرة قامت الدولة التركية بالهجوم على المناطق الدفاع المشروع بكافة إمكانياتها، ما يسمى بالهجوم القفل بخلب، بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني للكسر إرادة الشعب الكردي، لأن المناطق الدفاع المشروع ما يمثل إرادة الشعب الكردي بكافة جوانبها. وهذه الهجوم قد استخدمت الدولة التركية بكافة تقنياتها الحديثة، ما يسمى بالتكنولوجيا، على ما أعتقد أن الدولة التركية ما قامت في السابق بالهجوم على مناطق الدفاع المشروع قد فشلت. والآن أيضا قامت الدولة التركية بالهجوم على الزاب والماتينة وأفاشين، أيضا ستكسر أمام إرادة الشعب، إرادة الجريلا. وأيضا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد تجاوز في موقفه موقف الخيانة، خيانة العظمى، ما نسمى الخيانة العظمى، أن هذا الموقف نستنكره كنحن العفرينيين بكافة الأطياف.